أرمي سنغالون يضب وسيقين عز المران في الأول إذا زوال عيس داو نغلاف نومغيز محمد عرقاب يكوذو نغلاف نطو نطس حلاويث حمزة الشيخ ذا نغلاف يتوكل فن سكوب بني مشطوح النسيم ضيفات غاف وفراقنا ضعين ولا لن الحامو يثدون سيطيج دتمو دمو دن صغور وغليف نطو نطس حلاويث وكان أذغو من نقصان إلا نذك خامنة تجيان طمناضين التليم عبد الرحمن حاجي ولا تسويك لازم نحافظوا على البيئة، لازم نحافظوا على الإنسان، لازم نحافظوا على البيئة، ولازم ننجحوا في العملية، يعني في التسيير. كل هذه العملية مضمونة في هذا التكوين. أنا أشكركم شكر الجزيل، شكر مركز التكوين لطرناس. راح أنتم تكونوا أول برنامج وطني لهذه العملية. ومنكم راح يكون نموذج لأعمال أخرى إن شاء الله. فإذا كانت مبادرات أخرى وتطوير مع الأساتذة احنا جاهزين لقبول هذه الاقتراحات. لما نريد إصلاح البيئة راح ندفع الثمن أكبر من الثمن اللي ربحناه من استغلال المناجم، وهذه المؤسسات ممكن تستفيد يعني ظرفيا، ولكن فيما بعد ممكن تجيها غرامات أو تجيها مشاكل تدخل في إطار يعني تسوية البيئة باش ترجع كما تقدرش ترجع كما هي، ومن بعد تصرف أموال ومصاريف أكثر من اللي ربحناها. أحسن حاجة هي، وقلت لك الحمد لله توفقنا ورجعنا، راه كاين يعني التوافق والترافق بنقطة الصفر. أنا بادين مع بعضنا والحمد لله أنا ناجحين، وختامها مسك بالتكوين. دوك سنت لنا تزمار تتكمل ثم هالت مشغاض ميال كوفيد 19 سدان خامة نتوجيان غافو خيال الولاية عن جيجل سي سينو ساني عدا نندا ثلا ثيرزان ثمن زوث غارو خامة نمغاران ذي العوانة وشراض 25 ذمذان وثم هل داقين لاند ذي هيسي يكو تاولاث إلى قن أيمن عبد الرحيم يوالا تسويق بارك الله في الرئيس نتاعنا ليوفرنا الدواء هذا، بارك الله فيه ربي يعطيه ويرضى عليه، ربي يستره لنا ويعلي على منا ويستره لدنا. راكم تلاحظوا رانا في دار المسنين ببلديه العوانه للقيام بعمليه تلقيح ضد كورونا. عندنا 25 شخص قمنا بفحص اولي، والعمليه راهي مستمره في احسن الظروف. اليوم العمليه تمس التلقيح ضد فيروس كورونا ل 25 مقيم، 20 منهم يعني أشخاص مسنين أكثر من 65 سنة، وخمسة من ذوي الأمراض المزمنة. العملية مؤطرة بالأطباء والممرضين وتتم تحت الرقابة الطبية. سيستفيد منها 25 شخص من مسنين ومرضى مزمنين، يعني فئات مستهدفة. دوك سنت للمان صوضني غالا للمان القبة ذي الجزائر 8 خدارا 305 نتقاع عثينا نشرة في سلسنا فيهم خلفا لدى ستدون و سيرفيون صغور يون ومذان عندها يتوظف لكم كان نجمة سماي ولا تويك تمكنت مصالح أمن الولاية الجزائر المتمثلة في الأمن الحضري الرابع القبة من إلقاء القبض على شخص متورط في قضية بيع المشروبات الكحولية والخمور داخل منطقة حضرية بمحاذاة مرفق عمومي دون رخصة، وهذا بعد استغلال معلومة الحال وبخطة عملية محكمة باستخدام كافة الوسائل المتاحة لدى مصالحنا تم الترصد له وإلقاء القبض عليه في حالة تلبس. وعليه أسفرت العملية على استرجاع 305 قارورة كحولية لمختلف الأنواع والأحجام ومبلغ مالي مقدر ب 4000 دينار جزائري، ليتم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة إقليميا. أما كان صوت نغالنا لمن سيدي عبد الله ذي ثمانات من الجزائر وسحب الثلاثة يمذانا نسدايين في خزافيين ذي زيرالدا أجل وقيان يقدش ذي ثنوزو ثلاه يوف تكشيين يتوين العقل متوطفون وانتن غار وخام نشرع نت منخ. أين تمكنت عناصر الكتيبة الإقليمية بسيدي عبد الله توقيف ثلاثة أشخاص خطيرين، اثنين منهم مسبوقين قضائيين مع حجز 140 غرام من الكيف المعالج، 32 قرص مهلوس، أسلحة بيضاء تتمثل في سيفين كبيري الحجم بطول 90 سنتيمتر، 10 خناجر من مختلف الأحجام، شمروخ من الألعاب النارية سينيال يستعمل في أعمال العنف والاعتداءات،
قارورة غاز مسيل للدموع، مبلغ مالي للعائدات الإجرامية يقدر ب 23 مليون و 930 ألف دينار جزائري. دراجة نارية نوع سيم تستعمل في ترويج ثلاث هواتف نقالة. الموقوفون سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة عن تكوين جمعية أشرار وحيازة وعرض للبيع مخدرات كيف معالج وأقراص مهلوسة ضمن جماعة إجرامية منظمة وحيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون سبب مشروع. دوك سنتر لانيضا سلمي تصوتي لي زارين النهار في كناتين ستيدير مساء نوال سرنرنا لقذيش ذي ترفقان تفونسين وثوزا غار زذات في قوحري شاقيا حميد عوادي ثغرات تسويك ذي ثمناط نواد البسباس في الدوام مساء نوال لسوس الفاري الناس يسعانا ثالث مشطحون وطلي زارين النهار تفد في اللاس قسمي تفذا رسا عندها دموكي غطاس نيغو فلان ذي عويقة. قمنا مباشرة بمحاولة توفرنا لهم اليوم في الزيارة الثانية، أعطينا لهم العتاد الضروري إذا جروب إلكتروجين باش يضمنوا على الأقل أدنى شروط الحياة الكهرباء في انتظار تجسيد مشروع الربط بهذه المشتة بالكهرباء. كذلك وفرنا لهم آلة الحلب باش يحسنوا ظروف التربية العمل تاع التربية تاع الأبقار. كذلك وفرنا لهم آلة التخزين مادة الحليب ودخلنا لهم في برنامج جمع الحليب مستقبلا. إذا نوعا ما الظروف تم تحسينها إن شاء الله، وهذا راح تسمح للعائلة هذه باش توسع من النشاط هذا النشاط نتاعها. ديون وصنفار سوازة لتي السلحانة والذور قازي تي سلامة نتسنرنين إميون ثالثي وعرون الثاني عدن في اللسن وسا إمضبرون ذويذي مدة نفوس المعاونة إميس المدة نجباذ تريسي تيون تمشين تنتوزيا تسبع استفدنا جابونا ذركا جروب تاع مازوت الحمد لله ذركا راي ضوات وكثر خيرهم ونشكر موديل الفلاحة وسيد الوافي على هذه الالتفاتة الطيبة ونشكرهم يعني كثيرا والله ربي يجازيهم كل خير على هذه الخطوة. الحليب ما عادش يفزد لي، جاب لي كيفا دوكا اللي نحلبها هكا ماشي راح تروح خسارة ولا ماشي راح تفزد لي كما نقولوا طروب ولا هكا إن شاء الله البروجي راه يمشي. ديوث نتولى سيدي هلانا صوت صن الفرح السينيقيا يحمل لقذيش نتفلحت على بغا سالت تاويلات اسم المدن وين يانا نغروايا سينيقيا ذوي ذي سنياني ونتفتار ننوزو نيفكيو وثيخثين انتوتشيثنا المهل. أنا عدين غير ويزون نعمة عند تسفقنا الغيظ نصني في اللحان نطمنات نحسين رزينا غيوانتنا العين بن خليل ميوردي ليرا وصيبورنا تريسيتي غير ثمازيرين سن وستثورنا كنا الوالد الشميمانيس ميذيان عيان ذي الحلايقي مصطفى دحاوي وغلاء تيقاك 100 متر من عند جوارين وتجينا الفاتورة جينا متضاعفة. درك حنا غادي نحبسوا هذا غادي نولوا في البطالة. تشوفوا النهار اليوم كيفاش راه داير ورانا عاشرين هنا البلاد والتريسينتي راه كاين اللي جايب على 1000 متر كاين اللي جايب على 600 متر كاين التريسينتي راه نص الفاتوره راه تاكلها غير الارض علاه رانا فايتين العام جوارينا منا كل البطويات ركبوا لهم وحنا الاولين اللي حفروا لنا وحنا الاولين اللي عبروا عنا احنا من هذا الوعود هذه وهذه الحيه ولكن احنا درك باغيين نتقدموا بنداء لسيد وسي ثمانين سنه مهله نسرفس نتفلح في زون ويغان يوكذد ذاك الناس نفرنو سيو نتريسيتين غار ثم ثمي وينيغيون نفلا حنا ثان ذاك كوفري ذاك وساني ديت الدول مصطفى الدحاوي يسكلت النظام خص إيصال الكهرباء في منطقة حاسي رزينة بلدية عين بخليل حسب ما صرح به المعني بداية الإنجاز وتوقف المشروع لم تتجاوز مدة عامين. التوقف كان بسبب هناك نزاع اعتراض لمسار الخط الكهربائي مما استدعى أننا نقوم بعملية توقيف المشروع ونطمئن الفلاح وجميع الفلاحين بأن المحتوى الفيزيائي 255 كيلومتر الذي هو في طور الإنجاز سننتهي منه إن شاء الله خلال الشهر مارس المقبل.